الحرب في أوكرانيا تدخل يومها 100، ما الذي أنجزته القوات الروسية وكيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟ يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه 100، وقد حققت القوات الروسية سيطرة كاملة على ما يقارب من 20% من مساحة أوكرانيا على حد قول الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، لكنها فشلت في شن هجوم خاطف يحقق انتصارا سريعا في بداية غزوها، لتتركز المعارك لاحقا في مناطق لوغانسك ودونباس غربية أوكرانيا. الرئيس الأوكراني أشار إلى أن الوضع في الشرق صعب فعلا، وأن قواته تخسر يوميا ما بين 60 إلى 100 جندي ونحو 500 جريح، فلصالح من يقع إطالة أمد الحرب، وما هو أفقها وكيف يمكن إنهاؤها، وهل للوسطاء من دور في ذلك؟ نتابع مشاهدي الكرام التقرير التالي الذي فيه مزيد من العرض ثم نشره في النقاش. تدخل الحرب في أوكرانيا يومها 100، ويزداد معها التقدم الروسي الذي يقترب من السيطرة الكاملة على لوغانسك، وهي واحدة من منطقتين أوكرانيتين تشكلان معا المنطقة التي تعرف باسم دونباس، والتي تشهد مدينتها الاستراتيجية سيفيرودونيتسك تركز العمليات العسكرية الروسية. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي صرح بأن القوات الروسية تسيطر حاليا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية. القوات الروسية وبعد فشل هجومها الخاطف لإسقاط العاصمة كييف ركزت على غزو دونباس، حيث تدور الآن حرب استنزاف، وما زال الضغط الروسي كبيرا أيضا على دونيتسك وسلوفيانسك، المنطقة الأخرى في دونباس التي تبعد حوالي 80 كيلومترا غربي سيفيرودونيتسك. وفي الجنوب يشعر الأوكرانيون بالقلق من احتمال ضم المناطق التي احتلتها القوات الروسية، بينما تحدثت موسكو عن تنظيم استفتاءات اعتبارا من جوليا المقبل. And this is solidarity with Ukraine and unity. على الصعيد الدبلوماسي، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك فرض حظر مع استثناءات على مشتريات النفط. President Putin wanted. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ذكر من جهته بأن الدول الغربية يجب أن تستعد لحرب استنزاف على أمد طويل، لكنه استدرك أن الحرب يمكن أن تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها. إذن للتعليق على هذا الموضوع أرحب بضيوفي من كييف مدير مركز أوراس للدراسات الأستاذ دكتور رمضان أوراغ. مرحبا بك دكتور أوراغ، وشكرا جزيلا لقبول الدعوة المشاركة. ومن ريفيني ميخائيل دارنيكو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ ميخائيل وشكرا لانضمامك إلينا. من سان بطرسبورغ الأستاذ مسلم شعيتو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ شعيتو وشكرا للانضمام إلينا. أبدأ معك أستاذ ميخائيل في ريفني، إذن 100 يوم تدخل الآن الحرب الروسية الأوكرانية، ليس هناك من تحقيق يعني على الأرض من أهداف روسية إلا كما قال زيلينسكي السيطرة على الشرق تقريبا في مساحة 20% على حد قول طبعا الرئيس الأوكراني. بداية، ماذا يمثل بالنسبة إليك بعد 100 يوم القوات الروسية هذه الكبيرة القوات العظيمة تسيطر على 20% فقط بعد 100 يوم، ماذا يعني ذلك؟ هي تراجيديا كبيرة بالنسبة للشعب الأوكراني وأضرار اقتصادية هائلة، ولكن إذا نظرنا إلى هذه الحرب استراتيجيا فمن الواضح أن روسيا قد خسرت الحرب. العالم كله واقف إلى جانب أوكرانيا لأن أوكرانيا تحارب من أجل مستقبلها ومن أجل القيم الأوروبية والعالم الغربي كله. لذلك الحرب كما قلت روسيا خسرتها، رغم بعض التقدم التي حققته في بعض المناطق الأوكرانية. أوكرانيا تدافع نفسها وتستمر في القتال وهي ستنجح إن شاء الله.
طيب أستاذ شعيتو، أود منك تعليق كذلك على 100 يوم من الحرب. 20% فقط للسيطرة، هل هذا معقول ومنطقي أم أنه فعلا هذا يدل على أن هناك صعوبة ومقاومة شرسة كذلك من قبل الأوكرانيين؟ مساء الخير لك ولمستمعينك ول مساء النور ضيفك الكريم. يعني إذا كنا سننظر إلى المعركة من المنظور الأوروبي الأمريكي هي فشلت، لأن يعني المنظور الأمريكي يدعو إلى التدمير والهجوم السريع كما فعلوا في العراق مع سوريا وليبيا. لكن من المنظور الروسي، حيث أن العملية تسمى عملية عسكرية لتحرير منطقة دانييسك ولوغانسك، إذن هي تقوم على الأراضي التي تعتبرها روسيا أراضي حليفة، وبالتالي لا يمكن أن تمارس القصف العشوائي والتدمير والبنية التحتية والمدنيين. وانطلاقا من ذلك كانت هذه العملية بطيئة بشكل واضح تماما، لكنها تحقق الإنجازات المطلوبة، وكما قلتم في تقريركم 20%. أعتقد في هذه الظروف التي يحافظ بها على الكثير من البنية التحتية وعلى المدنيين وحكما على العسكر، تكون العملية ناجحة وستستمر حكما. وهذه هي المقاييس، إلى متى ستصل هذه العملية وما هي الأهداف التي وضعتها. حتى الآن أغلب الأهداف التي وضعتها روسيا يبدو أنها ستصل إليها من خلال تحرير الأرض ومن خلال منع المنظمات المتشددة أن تلعب دورا في الإدارة الأوكرانية لاحقا. هناك مراهنة على أن أغلب الشعب الأوكراني سيعي حقيقة ما يجري ويرفض هذه القيم الغربية التي يتحدثون عنها، قيم الفوبيا وقيم تحريف الحقائق وقيم المثلية وقيم التدمير كما قلت في العراق، ليبيا، سوريا، يوغوسلافيا، وحاليا يؤججون الحرب في أوكرانيا. نعم. وهم الذين أطالوا أمد هذه الحرب دون الوصول إلى اتفاقات. أستاذ رمضان، يعني الرئيس الأوكراني يعترف ب 20% سيطرة، وهناك طبعا محاولة إلى أن يصبح تقريبا الشرق كله الأوكراني تابع للسيطرة الروسية. كثيرا ما يكرر الأوكرانيون أن روسيا خسرت الحرب كما كان يتحدث الأستاذ ميخائيل قبل قليل، لكن في الواقع في الأرض ربما قد نجد الأمر معكوس، يعني نجد أن الروس يحققون يعني سيطرة 20% من كافة الأراضي الأوكرانية، ليس رقما صغيرا، وليس فقط المساحة، الروس كذلك يعني يسعون إلى تأبيد بقائهم هناك، فيه تغيير للعملة أو إدخال العملة الروبل كذلك للتعامل، عملة عودة استعمال فقط تقريبا اللغة الروسية، يعني هناك عملية توطين للثقافة الروسية للاقتصاد الروسي، هناك عملية استفتاء قد تجري قريبا من عملية من أجل الانضمام من عدمه، يعني هناك سيطرة ميدانية وهناك سيطرة كذلك من نوع آخر روسي. ومن هذا المنظور يمكن القول أن روسيا قد نجحت لحد ما وأنها لم تخسر الحرب كما يردد الأوكرانيون، هذه وجهة النظر الروسية، ما رأيك أو تعليقك عليها دكتور رمضان؟ أولا أشكركم على الاستضافة والشكر للضيفين الكريمين وللجمهور المتابع. طبعا روسيا خسرت الحرب، ربما تربح وتفوز في معارك من فينا إلى الأخرى بفضل عددها العسكري، وهي ثاني قوة في العالم وهي دولة نووية، ولكن روسيا لم تحقق أي هدف استراتيجي، السيطرة على العاصمة أو على تشيرنيغف أو على سومي أو على المناطق المهمة مثل دنيبروبيتروفسك. ما يخص احتلالها للأراضي الأوكرانية، وأنا أخالف الضيف الذي قال التحرير، لأننا لا نستطيع أن نحرر باحتلال أراضي لدولة ذات سيادة خلافا للقانون الدولي. الدولة الأوكرانية عضو وكذلك عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة، وكذلك لها صوت مهم في المنظومة الأوروبية. الخسارة في العتاد والأرواح التي تكبدتها روسيا يعني كارثية. أولا هناك وابل من العقوبات الاقتصادية بطابع يعني عميق سيؤثر وربما سيفتت الاقتصاد الروسي في المستقبل المنظور
نحن نتكلم عن التكنولوجيا الحديثة ما يخص المعالجات الحاسوبية والأمور المرتبطة كذلك بالحظيرة التقنية. وهنا تبدأ المسألة العويصة في روسيا ناهيك عن المنظومة المصرفية. القوة العسكرية لم تحل الأمور في حال أن هناك قضية عادلة، والدليل هي الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي الذي ليس فقط وطن، حاول أن يدمر ويمحي ويطمس الهوية الجزائرية والعربية الإسلامية. ربما من يقول أن الشعب الأوكراني شعب سلافي والروس شعب سلافي، وهناك الديانة الأرثوذكسية عامل مهم روحاني مشترك. لا، المسألة أعمق من ذلك. المسألة أنك أنت خدعت الجار فلم تدق الباب لتذهب وتتشاور وتحاور، فقمت بتكسير الباب ودخلت إلى المنزل دون إذن. مسألة أعوص، لأن هذا الأمر سيخلق عداء لشعبين توأمين إن شئتم في البعد الحضاري لمئات السنوات، وهذا خطأ فادح ارتكبه فلاديمير بوتين. ربما سيستعمل القوة العسكرية إلى حين، ولكن أنا أرى هنا بالعاصمة وأتعامل مع وأتكلم وأحاور مع الشباب ومع يعني الكاهلة من الشعب الأوكراني، فهو يعني لا يبرر ولا يجد مبررا لما قام به بوتين في حق الشعب مسالم، شعب شقيق، شعب له تاريخ مشترك مع روسيا. إذن المسألة هل حققت روسيا انتصار؟ لم تحقق شيء، بل خسرت الكثير. خسرت شعبا صديقا كان وشقيقا، خسرت مسألة أن روسيا ربما ستتفكك في المستقبل المنظور بما حدث للاتحاد السوفيتي عندما دخل في معارك مثل أفغانستان وكذلك في حروب أخرى. وهذا الأمر كذلك موافق ويلاحق بالعقوبات الاقتصادية. المسألة أن العامل الاقتصادي هو عامل مهم وخطير بالنسبة لمنظومة الكريملين، وأظن أن الخبراء والمسؤولون أو المسؤولون أو المسؤولين في روسيا لا يعون عمق الفخ والكمين الذي نصب له من طرف المنظومة. نعم دكتور رمضان، أعود إليك بعد قليل. أستاذ ميخائيل، لكن يعني عملية أن روسيا تخسر، طبعا هذا الجانب المعادي لروسيا يقول هذا الكلام. في الواقع هناك اضطراب، هناك ضغط، لكن الاقتصاد الروسي ما زال متماسك. الروبل نفسه استرجع رويدا رويدا عافيته. الروس يفرضون على من يريد الغاز والطاقة الروسية أن يدفع بالعملة الروسية، والأوروبيون كثير منهم على الأقل يستجيب لذلك. حتى العقوبات الأخيرة، آخر دفعة، سادس دفعة أوروبية، تستثني النفط والطاقة الروسية. وهناك يقال أنه تمرد داخل الاتحاد الأوروبي من بعض الدول على عملية الذهاب في عقوبات تطال حتى الطاقة الروسية. بمعنى آخر أنه روسيا متضررة، لكن ليس بالشكل الكبير الذي يمكن أن يسقطها أو أن يصل إلى حد كما قال دكتور رمضان تقسيمها. بالإضافة إلى أن الأوروبيين الآن والأمريكان بشكل ما أو بطريقة ما يحاولون مع روسيا حتى تفسح المجال لتصدير القمح. ملايين الأطنان موجودة الآن والعالم يحتاج ذلك. وقد قال في اللقاء الأخير وزير الخارجية الروسي أنه سيقع السماح بخروج كميات كبيرة. فروسيا كذلك تسيطر حتى على موانئ تصدير القمح. يعني الأمن الغذائي العالمي تقريبا هو الآن بيد روسيا. فكيف نقول أن روسيا ستخسر الحرب؟ صحيح أن الروبل تقوى إلى درجة معينة في روسيا، ولكن الأسعار غالية كثير، الغلاف رخيص، ولذلك ليس هناك أي منفعة للروس من تقوي سعر صرف الدولار. أما الموانئ الأوكرانية التي حصرت روسيا، نعم هي جريمة ضد الإنسانية من قبل روسيا، وعلى روسيا أن تفك الحصار. بعض الدول الغربية تضغط على أوكرانيا لكي تتنازل، لكي تقدم تنازلات لروسيا من أجل فك الحصار، ولكن روسيا اعطت لأوكرانيا، روسيا احتلت بعض أراضيها، وعلى روسيا أن تفك الحصار عن الموانئ الأوكرانية.
لأن هي كما قلت جريمة ضد الإنسانية. الدول الغربية نعم ممكن نقول أن هناك انشقاق في بين بعضها، ولكن بشكل عام الدول الغربية تدافع عن أوكرانيا، واقفة إلى جانب أوكرانيا، لأن الحق مع أوكرانيا. روسيا هي الدولة المعتدية، وأوكرانيا لا أقول أنها ضحية، لكنها تحارب وبنجاح وبشراسة تقاوم الجيش الروسي المتفوق. أستاذ ميخائيل، البعض يلوم الرئيس فلوديمير زيلينسكي بأنه هو كذلك يتحمل مسؤولية هذه الحرب، لأنه هو الذي كذلك أقحم أوكرانيا في حرب غير متكافئة، غير متوازنة. كان يمكن أن يجد حلولا أخرى مع الرئيس فلاديمير بوتين بوعود غربية لم يستجب لها ولم تكن في المستوى على الأقل في الأيام الأولى من الحرب. فهناك من الأوكرانيين من يحمل الرئيس فلاديمير زيلينسكي مسؤولية الدخول في هذه الحرب، ويقول كان يمكن تفادي ذلك تماما بوسائل أخرى أو بفتح قنوات للتفاوض مع الروس مباشرة وعدم الاستسلام للضغوط الأوروبية والأمريكية. ما رأيك؟ الأوكرانيين الحقيقيون لا يحملون زيلينسكي أي مسؤولية. الأوكرانيين الحقيقيون يتهمون بوتين فقط، لأن بوتين الذي اعتدى على أوكرانيا. أوكرانيا كانت ولا تزال الضفة اقتصادية من روسيا، ولكن بمساعدات كبيرة من الغرب أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب. الغرب يساعد روسيا، يساعد أوكرانيا، هذا شيء جيد، والمسؤولية كلها على الدولة المعتدية. هذا التبرير من قبل حجة وذريعة تتظاهر بها روسيا، لأن تقول أن أوكرانيا هي المذنبة. الغرب يفهم، العالم كله يفهم من هو المذنب. روسيا هي المذنبة، وروسيا ستتحمل مسؤوليات كبيرة وخسائر كبيرة في المستقبل لدفع تعويضات لأوكرانيا، لإنعاش الاقتصاد الأوكراني. الذنب على روسيا والمسؤولية على روسيا أيضا. زيلينسكي ليس له أي مسؤولية، لأن بوتين هو المعتدي، المسؤولية على المعتدي فقط وليس على الضحية. واضح. أستاذ مسلم، لماذا روسيا تستعمل سلاح الأمن الغذائي أو سلاح الغذاء دعنا نقول للضغط على أوكرانيا وعلى باقي الدول الداعمة؟ ما دخل الناس العاديين، المواطنين العاديين الذين ارتفعت أسعار القمح الآن وكثير منهم لا يوجد لديه قمح، الدول العربية كلها متضررة بذلك، ما دخل الحرب العسكرية على الأرض بعملية الأمن الغذائي؟ فعلا الغرب يتهم روسيا الآن بارتكاب جريمة ضد الإنسانية بمنع ملايين الأطنان من التصدير. أوكرانيا عندها 20 مليون تقريبا طن أو شيء من هذا موجود من السنة الماضية، الآن في 50 مليون طن ربما إضافية تضاف هذه السنة، وما فيش أمل إلا هنا وهناك للسماح. ما دخل هذا أستاذ مسلم في الحرب؟ لماذا تهدد روسيا بقول الأوروبيين الأمن الغذائي العالمي؟ يعني شكرا جزيلا لسؤالك لإيضاح بعض المسائل التي أصبحت يعني أمام الرأي العام العالمي، تحديدا بواسطة الإعلام الغربي، وللأسف بعض الإعلام العربي ينقل أخبارا غير صحيحة. لنقف قليلا عند الأرقام. روسيا ليست المنتج الأول للقمح في العالم، روسيا المنتج الثالث للقمح في العالم، ومع ذلك هي المصدر الأول للقمح في البشرية. أوكرانيا أيضا ليست المنتج الأول، هي المنتج الثامن في العالم، وايضا تصدر جزء من منتاجها. روسيا مع اوكرانيا مع كازاخستان يصدرون 30% من حاجه البشريه، و70% تصدرها دول الناتو والولايات المتحده الامريكيه. لماذا يجب ان نحمل روسيا كل هذه المسؤوليه وهم الاوروبيون تحديدا يسرقون القمح الاوكراني بواسطه الشاحنات ويعطونها الأسلحة؟ لماذا يأخذون القمح الأوكراني لكي يتهموا روسيا يسعون لسرقة القمح الأوكراني لكي لا يباع إلى الدول الأفريقية والدول الآسيوية؟ وهذا ستتحاشاه روسيا، وقاله اليوم الرئيس الروسي لممثل الاتحاد الأفريقي، رئيس الصومال، عفوا رئيس، نسيت من هو تحديدا، لكن أيضا قاله الوزير الخارجية
الروسي في اجتماع دول الخليج أن روسيا ستؤمن القمح لكل هذه الدول الفقيرة ودول العالم الثالث، لكن المسؤولية تتحملها الدول الأوروبية التي سرقت وتسرق وتمنع وصال القمح إلى العالم. أستاذ رمضان، القول أن روسيا باتت معزولة وأنها ستعزل وأن العقوبات الاقتصادية ستؤثر، قد تؤثر، ولكن فلاديمير بوتين قال من الأول قبل حتى 24 يناير قال أنه نحن متعودين على العقوبات وعنا طرق لأن نعيش بذلك يعني. فروسيا الآن، أنت شفت سيرجي لافروف هذا الأسبوع كان في الخليج واستقبل مع جلس مع كل يعني المجلس التعاون الخليجي، وكانت هناك بعض التصريحات من بعض المسؤولين الخليجيين اللي فيها شيء ممكن نسميه بالإيجابية تجاه الموقف الروسي في ذات الوقت. طبعا دول الخليج على رأس السعودية والإمارات ليس 100% مع الموقف الأمريكي في هذه الحرب، هناك ترقب دعنا نقول وانتظار، فبالتالي روسيا ليست معزولة. وزير الخارجية يتجول في دول العالم ويستقبل الرئيس الروسي كل دول العالم ورؤساء العالم وقادة العالم، الرئيس الجزائري قريبا سيذهب إلى روسيا، وبالتالي الحرب موجودة والعقوبات موجودة، ولكن روسيا تعيش وقعها عادي. يعني كيف نقول أنها معزولة وأن الحرب ستنهكها؟ الحقيقة الحرب ستنهك روسيا في المستقبل المنظور ماديا سياسيا دبلوماسيا، وهناك عزلة يعني واضح، وهناك تقويض، وهناك عقوبات مرفوضة، ولكن روسيا تحاول أن تجد لها فضاء بديلا، فضاء جيوستراتيجيا، بإيجاد قطب جديد معادي ومناهض للمنظومة التقليدية العولمية، نقصد هنا الغرب، حلف الناتو والدول الحليفة للمنظومة الأنجلوساكسونية، هذا واضح. ولكن إلى حين أن تتمكن روسيا من هذه الفرصة هناك خطر، يعني هذه لعبة يعني بخيارين، يعني المسألة ربما لا يستطيع الكرملين أن يصل إلى تلك العتبة، ربما سيتفكك، يتفكك الاتحاد الروسي تحت طائلة العقوبات وتحت طائلة ربما ما يعرف ب الاحتقان الاجتماعي والاحتقان الداخلي. يعني هناك معارضة شديدة في روسيا ربما ستتبلور وستقاوم هذا الخيار الروسي. كل روسيا تتواجد على صفحة. هل هناك مؤشرات دكتور رمضان، هل هناك مؤشرات على ذلك داخل روسيا؟ نعم هناك مؤشرات، فقط هناك قمع إعلامي للصوت الآخر، الصوت البديل، فقط القنوات ووسائل الإعلام الاتحادية أو الفيدرالية هي التي تحتكر الصوت الإعلام طبعا بتوجيه من الكريملين. وأما المعارض، الصوت الذي يدعو إلى السلم، الذي يدعو إلى ترك أوكرانيا لحالها، لأن هذه جريمة بحق الإنسانية، هناك قتل لتقريبا 300 طفل، يعني هذه كذلك مؤشر من الجرائم التي تقترف في حق الشعب الأوكراني. هناك تدمير للبنية التحتية الأوكرانية، يعني لو نأتي بالشكل العام يعني ستصل إلى تريليون دولار، ومن سيدفع هذا الثمن في حال أن تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية؟ وأظن أن هناك مؤشرات، لأن هناك دعم نوعي من السلاح يأتي من الحلفاء الغرب، فهذا سيكلف الشعب الروسي بالتعويض، وهذه خسارة ستكون على كاهل كل مواطن روسي يقتل في الأراضي الروسية. أنتم تتكلمون عن أن لافروف يعني يقوم بجولات مكوكية عبر العالم، طبعا نفهم لأن هناك مصالح، وليس هناك أصدقاء وليس هناك أعداء، ولكن هناك مصالح دائمة. فللملك العربي السعودي والإمارات والدول الأخرى طبعا خيار لإيجاد المنفعة للدولة السعودية أو للمملكة أو للإمارات أو لدولة أخرى، ولكن ما يخص الوسط الأوروبي ويخص العالم المسيحي إن شئتم أن أتكلم بهذه اللغة كذلك، فإن كل الأوراق ضد روسيا الاتحادية، لأن في الفضاء الأوروبي، الفضاء المسيحي، الفضاء الذي ليس شرقيا، فروسيا خسرت هذه الفضاء. وروسيا ليست فقط دولة أسيوية، فكذلك هي دولة أوروبية، والنخب في روسيا، النخب يعني التي لها ثقل
سياسي تميل إلى الشق الغربي، وربما ستكون يعني مشروعا لانقلاب أبيض على بوتين في المستقبل المنظور. هذا مؤشر كذلك وارد. كل ما في الأمر أن المجازفة التي قام بها أو التي انخرط فيها فلاديمير بوتين ربما لن تنجح يعني بالاحتمال الذي سطر من طرف الاستراتيجيين الذين أغروه بأن الأوكران أو بعض الأوكران سيستقبلوه بالورود. كل ما في الأمر كما جاء في كلام الضيف مسلم أظن بأن المنطقة أو أنتم كذلك ذكرتم يعني الشريحة من المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية. أنا أتكلم باللغة الروسية لأوكرانيا طالما أنا موجودة، ولم أضايق بهذا الأمر، وأنا تواجد في قلب العاصمة الأوكرانية. هذه فقط عبارة عن تبرير من أجل احتلال الدولة الأوكرانية. فهذا احتلال مؤجل، يعني ربما كان سيكون مباشرة يعني قبل أو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فييلسن كان طبعا من الساسة الذين يعني الديمقراطيين، يعني الحقيقة هناك صقور في روسيا كانوا يتربصون لأوكرانيا وحاصروا أوكرانيا، ليس اليوم، حاصروا أوكرانيا مباشرة بعد حصولها على استقلالها وأرغموها أن تتنازل على سلاحها النووي. نعم. طبعا طيب. بتنسيق مع الولايات المتحدة. كل ما في الأمر أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي هو الذي ورث أوكرانيا، طبعا هذا ليس صحيحا، وأعتبروا هذا نوعا من السوفيستيكا، يعني نوعا من التراوغ في المنطق. كل ما في الأمر أن زيلينسكي أتى ليطبق الدستور الأوكراني الذي يتضمن الانخراط في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كل هو لم يخالف كذلك. عندما أكد على يجب مراجعة مذكرة بودابست، فالروس قلبوا الآية على أساس أن أوكرانيا تريد أن تصبح دولة نووية، وليس كذلك الأمر. أن فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ أكد على ضرورة إيجاد خوارزمية لأمن وضمان الأمن وسيادة الدولة الأوكرانية، واتخذتها ذريعة أن أوكرانيا تريد أن تصبح نووية، وهذا طبعا تلفيق وعبارة عن مراوغة والتبرير غير مجدي. يعني دكتور رمضان قبل ما تغادرنا، أنت هل يمكن توقع أمد لهذه الحرب أم لا؟ أظن أن الحرب ستكون طويلة. أنا ربما سأبقى معكم لأن أشعر بنفسي يعني مرتاح نوعا ما. خلاص بلا جيد. نعم. لأنه كنا نتصور أنه عندك التزام ثاني. إذا أعود لك بعد قليل الإجابة عن هذا السؤال بمزيد من التفصيل، دعني أشرك ميخائيل مرة أخرى. هل تشعرون أستاذ ميخائيل أن هناك من يسعى حقيقة لإطالة أمد الحرب؟ روسيا هي تسعى نحو ذلك لأنها دولة أقوى اقتصاديا من أوكرانيا، وهي تريد أن تحول هذه الحرب لحرب استنزاف، لكن هي وحدها التي تسعى نحو ذلك. الدول الغربية لا تريد أي مواصلة للحرب لأن هذا مضر جدا وخطير. لكن ربما أمريكا تريد مواصلة الحرب، أوروبا لا تريد لأنها متضرر مباشر، لكن أمريكا ممكن الولايات المتحدة ممكن تريد إطالة أمد الحرب كما يقول البعض. لا أعتقد أن أمريكا تريد إطالة الحرب. أمريكا بعيدة عن أوكرانيا، عن القارة الأوروبية صحيح، ولكن العالم كله بات صغيرا بعد العولمة، والعالم نحن هو على كوكب واحد. لأنه الأستاذ ميخائيل هناك أبعاد أخرى أعمق من عملية الحرب، وهو عملية التنافس هذا الثقافي أو على إدارة الكون. يعني بوتين ردد أكثر من مرة حتى قبل الحرب وفي مؤتمر ميونخ للأمن وغيره أنه عملية القطب الواحد في إدارة العالم هذه انتهت، ولابد من تعدد الأقطاب، وهو يسير في ذلك. والولايات المتحدة تريد أن تبقي على نفسها مديرة وحيدة للعالم، وبالتالي مستعدة تدخل في حرب مع روسيا، تطورها في حروب كذلك مع الصين من أجل الإبقاء على السيطرة على العالم. فالحرب هي فقط فصل من فصول هذه الحرب على إدارة العالم، أليس كذلك؟ ليس هناك قطب واحد، لأن أمريكا هي قطب، أوروبا قطب، والصين كمان قطب. روسيا هي كانت قطبا، الحزب السابق كان قطبا كبيرا ومهما جدا، أما الآن فروسيا قد ضعفت بدرجة كبيرة مقارنة بما كان في السابق، ولذلك هي ليست قطبا. بوتين ممكن أن يعين نفسه معرف مديرا للكرة الأرضية، هذا لا يغير شيئا.
الدولة روسيا دولة ضعيفة جدا بالمقارنة مع أوروبا مع أمريكا، وهي تريد أن تحتل مكانة بارزة، ولكن قد فات هذا الأوان. روسيا ليست دولة بارزة ولا شيء، هي أقوى من أوكرانيا، أقوى من بعض الدول في العالم، ولكنها لا يمكن مقارنتها بأمريكا أو بالصين بأوروبا. هي ليست قطبا وستنهار بعد قليل، هذا واضح، وليس قطبا، لن تكون قطبا. طيب خلينا ناخذ تعليق على هذا من أستاذ مسلم. وهل ترى أنه فعلا هناك من، دعنا نقول، ينتفع من إطالة أمد الحرب؟ نعم، كما قلت حضرتك، يعني المنتفع الأول والأخير من إطالة الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بدأت تشغل كمية كبيرة من العمال في الإنتاج في الحرب. أوروبا تشتري حتى الآن الأسلحة من الولايات المتحدة بما فيها ألمانيا، تخلصوا من الأسلحة القديمة أرسلوها إلى أوكرانيا، ويرتبطون مباشرة بالصناعات العسكرية الأوروبية الأمريكية. بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا تنهك الاقتصاد الأوروبي ولن يكون منافسا كما تسعى الولايات المتحدة لها لاحقا، وبالتالي إضعاف أوروبا وروسيا هو لصالح الولايات المتحدة. هذه الحرب في المحصلة هي لصالح الولايات المتحدة أولا، ومن ثم يأتي وراها بعض الدول الأخرى التي لم تشارك في هذه الحروب. لكن هنا أيضا توقف قليلا عند مسألة ما قال زميلنا العالم المسيحي. أولا، العالم المسيحي لا يمثل البشرية، هناك عالم آخر أكثر من 60% يعتقد الإسلام والبوذية وما إلى ذلك، هو يقف مع روسيا، وأكبر دليل الدول العربية والدول المسيحية أيضا ليست مع أمريكا والدول الأوروبية. هذه الدول لم تعد تعتنق المسيحية، تعتنق المثلية. الدول المسيحية في أمريكا اللاتينية وفي روسيا الأرثوذكسية هي كلها ضد الولايات المتحدة والمثلية التي تعتنقها، وحكما الإسلام أصبح ضد ذلك. بالإضافة إلى أنهم يتحدث عن اللغة الروسية في الدستور وفي قوانين الأوكرانية منعت اللغة الروسية. نعم، تتحدثون اللغة الروسية لأن بالأغلب الشعب هناك روسي، ولكن بالمقاييس القانونية هذه الإجراءات التي اتخذتها أوكرانيا هي إجراءات تعسفية، إجراءات قمعية. كيف يمكن أن تمنع لغة أساسية في دولة يتحدث أغلب الناس بها ويتصرفون أيضا في المدارس على هذا الأساس؟ انطلاقا من ذلك، نحن نرى أن كان هناك إمكانية كبيرة أمام القيادة الأوكرانية أن تلتزم باتفاق مينسك، ولن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، لكن الوعود الغربية ودفع غربي الدول الغربية أوكرانيا بوعود كاذبة وطموحات بأن الحرب ستكون سهلة وبأن روسيا ستتقسم كما الاتحاد السوفيتي، هذه أحلام. نحن نعيش في روسيا ونرى ليس هناك أزمة اقتصادية معيشية، ليس هناك قلق اجتماعي، هناك موقف شعبي روسي استثنائي بأنه يرفض حتى المفاوضات. أستاذ مسلم، ليس هناك أزمة اقتصادية أستاذ مسلم، لكن أنت تعرف مثلا في عملية الطاقة الآن الاتحاد الأوروبي أخيرا قرر أنه لا، يعني ثلثي الطاقة التي تأتي من روسيا لابد أن تتوقف في أوروبا. الفحم، الحجر الذي يأتي من روسيا، وقع إنهاء نهائيا، وستخسر روسيا بذلك ما معدله تقريبا 4 مليارات دولار سنويا. كل هذه أليست أرقام مهمة قد تساهم في إضعاف وإنهاك الاقتصاد الروسي إذا طالت الحرب؟ يا عزيزي، السوق العالمية بحاجة لكل الإنتاج التي تقدمه البشرية، كان من روسيا أو من دول أخرى. عندما أوروبا ستمتنع عن استيراد المنتجات من الطاقة من روسيا، إذن هناك دول أخرى ستحتاج لهذه الطاقة، ستصدرها، كما هو حاليا الهند زادت استيرادها من روسيا ما يقارب 40%، وهكذا سيحصل في دول أخرى. لا يمكن أن يضغطون على روسيا في هذه المواد برغم العقوبات يعني. نعم، حتى الآن الدول الأوروبية لم تتفق فيما بينها على طبيعة وقف استيراد المشتقات النفطية والغاز وما إلى ذلك من روسيا، وقسم كبير أصبح يدفع بالروبل نتيجة للطلب الروسي. يعني كلها أخبار إعلامية، يجب أن نتوقف قليلا عند الأرقام لنعرف أنها ليست حقيقية. نعم، هناك مشكلة، هناك أزمة، هناك معاناة، هناك ضحايا، لا ينكر أحد ذلك،
لكن ليس بالمستوى الذي هيأت له الدول الأوروبية وتحديدا الولايات المتحدة، أن خلال أسبوع تنهار روسيا واقتصادها. وأكبر دليل ما يحدث في روسيا حاليا طبعا. ويمكن أن تشاهدونه من خلال الزملاء أو من خلال الصحفيين، أو أن تزورنا روسيا وترون وقريبا المؤتمر الاقتصادي الدولي، وستكون مصر والدول الأوروبية هي أهم الضيوف وكلهم سيأتون إلى روسيا. ليست هناك مقاطعة إلا من الدول الإنجليزية والولايات المتحدة ومن يتبع لها. ولا وتاريخ الحروب عودنا يا أستاذ مسلم أن المقاطعة فوق الطاولة والتواصل تحت الطاولة في نهاية الأمر. هذا ما حاصل مع إيران وحاصل مع كثير من الدول طيلة هذه المدة الماضية. أعود إليكم ضيوف الكرام جميعا. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي حارث سليمان. مرحبا بك أستاذ حارث. يعني بعد مرور 100 يوم الآن على هذه الحرب، ألم يحن الوقت بجدية من جميع الأطراف للتفكير في إيقافها؟ لأنه ثبت بالمكشوف أن أوكرانيا هي التي تدمر الآن، والشعب الأوكراني هو الذي يقع تشريده، وروسيا لم تتضرر كثيرا كما يقول مناصر روسيا، وأن الاقتصاد الروسي له من القوة ومن طول النفس ما يستطيع أن يتحمل لعشرات السنين. هل فعلا حان الوقت لإيقاف هذه الحرب؟ ومن برأيك يستطيع أن يكون وسيطا لذلك؟ أولا من ناحية تقييم الخسائر وأمد الحرب وقدرة على يعني متابعة الحرب، من الواضح أن الأوكرانيين هم الأول الخاسرين، لأن الحرب تجري على أرضهم ويجري تحطيم بلدهم بشكل شبه منهجي. النقطة الثانية بالنسبة لروسيا، طبعا روسيا لن تنهار، روسيا بلد غني ولديه إمكانيات كبيرة، لكن روسيا تستنزف بشكل كبير. وليس صحيحا الادعاءات بأن روسيا يعني تخوض حربا كنزهة ولا تتأثر. طبعا لن تنهار صحيح، لكن تضررت روسيا كثيرا. كانت روسيا قبل الحرب الأوكرانية عملاقا عسكريا، طبعا هي عملاق عسكري وقزم اقتصادي. كانت روسيا عملاقا عسكريا، لم تعد عملاقا عسكريا وهي تستنزف. هلا ستنهار وتموت؟ طبعا لا، ستصمد وتستطيع إدامة الحرب طويلا، لكنها تستنزف. والأثر الاقتصادي للحرب عليها لن يدمر عملتها، لأنها لديها موارد مالية وتستطيع بيع نفطها وأخشابها وموادها الخام إلى دول أخرى، لكنها يعني سيحدث انكماش في الاقتصاد الروسي. علينا يعني لا نبالغ في تكبير حجم الخسارة الروسية، لكننا لا نستطيع أيضا أن نبالغ في يعني جعل المعركة نزهة. هل آن الأوان لكي تنتهي هذه الحرب؟ أنا أعتقد أن هذه حرب من أول يوم لم تكن ضرورية. كان هناك خلافات حول المدى الحيوي لروسيا ورفض من روسيا لتمدد الناتو إلى حدودها الشرقية، وكان هناك نوع من الاستخفاف الأوكراني بالمطالب الأمنية الروسية، وكان هناك خبث من قبل حلف الناتو بأنه يستطيع التمدد إلى الجوار الروسي دون أدنى ردة فعل. ما يجري حتى الآن أن أمريكا، أشار أحد الزملاء في الندوة أن المصانع الأمريكية الحربية تنتج بكامل طاقتها، أن الاقتصاد الأوروبي قد تحول إلى شراء الأسلحة الأمريكية بعد أن تخلص من المخزون العسكري القديم. نعم، عسكرت أوروبا هي مصلحة أمريكية، إدامة الحرب في أوكرانيا هي مصلحة أمريكية، يعني إعادة الحرب شرق غرب مصلحة أمريكية. لا أعتقد أن روسيا لديها مصلحة في كل ما يجري. روسيا لديها مصلحة بوقف هذه الحرب، وإلا ستضطر يعني عاجلا أو آجلا إلى الارتماء في أحضان الصين، لأن الصين هي العملاق الاقتصادي وليست روسيا هي العملاق الاقتصادي. هناك أزمة طاقة في المنطقة، تم إعادة الاعتبار لمنطقة الشرق الأوسط، تم إعادة الاعتبار للعلاقة الأمريكية بدول الخليج، واستطاعت دول الخليج أن تفرض على أمريكا
يعني التعامل بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارات تأخذ بعين الاعتبارات المصالح العربية ومصالح دول الخليج. وزيارة بايدن إلى دول الخليج في يعني في الأيام المقبلة هي نوع من تطور هام في علاقة أمريكا بدول الخليج العربي، وهذا سيكون خسارة صافية لإيران. طيب أستاذ، هل نريد برأيك أن تنتهي هذه الحرب؟ طبعا يجب أن تنتهي، واضح، لكن من برأيك يستطيع أن يكون لاعبا محايدا إن صحت العبارة يمكنه التوسط لإنهاء هذه الحرب؟ لأنه بدون وساطة لا يمكن، لأنه وقعت أكثر من جلسة مفاوضات بين الروس والأوكرانيين وكلها فشلت، من إسطنبول إلى بيلاروسيا إلى غير ذلك، كلها فشلت، تحتاج طرف آخر. نعم، يعني الأتراك دخلوا على هذا الخط ويمكن أن يلعبوا دورا كونهم يحتفظون يعني بعلاقات مقبولة مع أوكرانيا ومع روسيا على السواء. الإسرائيليين دخلوا على هذا الخط، وطبعا يعني هناك نوع من الغضب الروسي على إسرائيل، لكن تستطيع إسرائيل أن تلعب دورا بتهدئة الأمور أو بالوساطة. هناك ماكرون الوزير يعني الرئيس الفرنسي الذي كمان حاول أن يلعب دورا وسطيا، ثم بعد ذلك انحاز إلى المعسكر الأوروبي والمعسكر الغربي. هي الأزمة هنا، يعني الأزمة أن العالم قد انقسم، وأنه يعني الدول التي يعني اتخذت موقفا حياديا أو بقيت يعني بعيدة عن الاصطفاف أصبحت معدودة. هناك تركيا، هناك السعودية، هناك الإمارات، الصين يعني موقفها حتى الآن لم ينخرط في دعم روسيا، الهند ممكن أن تلعب دور، ولكن حتى الآن ليس هناك من دبلوماسية فاعلة لأي دولة ذات وزن كبير للتدخل من أجل وقف هذه الحرب. المصلحة الأمريكية هي في إدامة الصراع. شكرا أستاذ حارث. أستاذ حارث سليمان الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت. أستاذ مسلم، في دقيقة لو سمحت لأن الوقت انتهى، برأيك هل يمكن التنبؤ بمدى هذه الحرب؟ يعني ليس تنبؤا، لكن هناك شروط روسية إذا ما تحققت تنتهي الحرب، وهذه الشروط ليست صعبة: أن لا تكون أوكرانيا في الناتو، أن لا تحكمها المنظمات المتشددة، أن لا تمتلك أسلحة دمار شامل، أن لا تمارس الإبادة ضد مناطق دانيسك ولوغانسك، وأن تعترف بالثقافة الروسية التي يعتنقها أغلب الشعب الأوكراني. أستاذ رمضان، كيف ستستمر تنتهي هذه الحرب برأيك؟ هذه الحرب لن تنتهي في المدى القريب بشكل يعني سلس. كل ما في الأمر أن توسيع جبهة القتال بآلاف الكيلومترات هذا يؤدي إلى شراسة في المقاومة الأوكرانية والذهاب يعني من أجل التحرير. في هذه الحالة روسيا ليس أمامها إلا حل: الاحتلال كل أوكرانيا لكي تنهي مسألة ما يعرف نزع النازية وكذلك نزع التسليح وجعل أوكرانيا حيادية، لأن نزع النازية في القاموس الروسي هو تغيير النظام السياسي، وهذا أمر لن يحصل بالشكل الذي تريده موسكو. أما من ناحية أن الأوكران يستسلمون ويقبلون بالاحتلال الروسي، هذا لن يحصل. إذن هناك حلان: يا إما روسيا توقف الحرب وتجلس على طاولة المفاوضات مع الطرف الأوكراني، وإما سيكون دمار، ستكون حرب ستستمر لسنوات. أستاذ ميخائيل، لماذا لا تستجيبون للشروط الروسية والتي يقول الروس عنها أنها ليست مجحفة، تضمن حقوق الطرفين؟ لماذا يجب على أوكرانيا تستجيب لشروط دولة معتادية؟ لا يوجد هناك أي نازية عندي على أوكرانيا شو أنا نازي، لا أنا نازي، أنا أوكراني فقط. واللغة الروسية نعم يحكوها في أوكرانيا، ولكن معظمنا نتكلم بالأوكرانية، هذه لغتنا. ليس هناك أي دول أي منظمات إرهابية تتحكم في أوكرانيا، لا، هذه أحلام روسية. وروسيا هي قد يعني بوتين هو ممكن تكتيكي لباس به، ولكن استراتيجيا هو خسر كل شيء. كان يسعى نحو إبعاد الناتو عن حدود روسيا، ولكن ما حصل. السويد وفنلندا قررت الانضمام للناتو، يعني حدود ناتو اقتربت من روسيا أقرب ما يمكن. واضح الحرب هذه الحرب ستخسر في الحرب، هذا واضح. شكرا.
شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ ميخائيل دارينكو الكاتب والمحلل السياسي من ريفيني، الأستاذ مسلم شعيتو المحلل السياسي من سان بطرسبرغ، والأستاذ كذلك رمضان أوراغ مدير مركز أوراس للدراسات من كييف. شكرا لكم جميعا مشاهدينا الكرام. نختم مشاهدينا الكرام مع العرض التالي الذي فيه أهم المواعيد إن صحت العبارة في هذه الحرب.